فتوى إعلام مال سلاح لإنقاذ شعوب إيران من خامنة الطاغي. أولاً، يا عقلاء العالم وأحراره، أنقذوا الشعوب الإيرانية المظلومة المقهورة تحت قمع وترهيب نظام خامنة الدكتاتور الطاغوت وميليشياته. ثانياً، يا دعاة الحرية والعدالة والإنسانية، أنقذوا الشعوب الإيرانية من ظلم وجور محاكم وتفتيش ولاية الفقيه السفيه الإجرامية. ثالثاً، قليل من الحكمة والرجولة والشجاعة تلزم العلماء والمفكرين والأنظمة والدول تأييد ودعم شعوب إيران بالفتوى والإعلام والمال والسلاح للدفاع عن النفس ولقطع رأس أخطبوط المخدرات والميليشيات والإرهاب في طهران، ذلك قبيل تمكنه من النووي وسطوته على مصادر الطاقة وبلدان الخليج العربي والمنطقة وغيرها من بلدان. وإضاعة الفرصة غصة، وإلا فالقادم أسوأ أسوأ أسوأ. ولا تندمن ولا تساعة من دم، ولا تساعة من دم. المهندس الصرخي الحسن.